ما تعرفش يعني افوار جهد. انت شاطر بالفرنسي. انجليزي كمان. سافا. وي سافا ميرسي. سافا سافا. مو عارف. مرة ومرة قولي لي عم كلها. يا الله عم تحكي مثل شيخ تيار عنده 5 اولاد و لا مرقوا مرقوا الأشهر، صرنا بشهر 4. ايه صح. والله امبارح، والله يا باشا امبارح حسيت هيك عم اتطلع هونيك، كنت قاعدة هونيك عم اتطلع عم شوف امبارح ما بعرف 29 او ما بعرف، عم اقول عن جد خلصنا يعني هيك بيمرق الوقت بسرعة ما بنحس فيه. بس انا هلأ بلشت اتعلق في بكل واحد هون. بالاول ما كانت تفرق معي يعني في شو الحدا. متعلق فيه انت؟ لا انت بحبك من قبل يعني كلهم بقول لهم هيك، بس حدا يحكي لنا بليز كلهم الا باش. كلهم لهم بس والله كمان لا انت كلهم من قبل لوسو. بس يعني هون ما كنت انزل، ما بعرف مثلا انا ما راح كذب، لما 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 فل جابر كنت بحبه لجابر، بس يعني ما زعلت عليه مثل ما زعلت على ناظم مثلا. مزبوط. بلاش نتعلق ببعض اكثر من يعني كل ما يمرق هلا، الوقت كثير صعبة هلا كل ما حدا كثير صعبة. عمتي قالت لي ايه، قالت لي ما بدي في ناظم بتحبه. ما بعرف شو صارت، هي فرقت على صوتي. صوت لارا كان في يغير نتيجة. مو صار، كان في صوت هلا لارا، صوت كان في لارا وصوت آية آخر أصوات. في صوت شو اسمه خولة. انا خاولة كنت بدي الا صوت اللي نازم، بس قالت لي سراج وهيك عم تبكي، قلت لها خلص. انا دايما قبل ما نصوت لا صوت العيد ولا هيك فرقونا وبتصوت. هالمرة ما قلت لها عادي، كلهم مثل بعض، كلياتنا هلا مثل بعض. لا انا عن جد مني يعني بالعكس انا بحبه كثير لسراج، بس سراج اخذ شانسز اكثر من نازم. يعني انا فكرت انه كل واحد لازم ياخذ حقه، بس بالنهايه هيدا يعني قدره انه يبقى هون، قدر الله انه يبقى لمده معينه. نصيب نصيب كلنا هيك بالنهايه كليتنا رح نفل، بس يعني نحاول نتشبث ببعض قد ما فينا. متخيل حالي وانا رايح شو بده يصير فيني، متخيل حالي وانا رايح شو بده يصير فيني. مش معقول انا ما بقدر. انا هلا اذا قالوا لي بس ما بكره انت فعلا ما بقدر يعني انا مش شايل اهلي. بكره بعد بكره ما شاء الله بكره عندك قبل بعد. بس يعني هيك صعبه. هو عن جد نحن مش شايل اهلنا كثير و يعني عندك شعور انه اذا طلعتي خلص ما مالك متضايق، بس ما هي بعدين بعد ما تطلعي بترجعي مثل ما قال سعد اليوم، انه بعد يومين ترجعي بتصحي انه رجعوني. هي السئيلة انه تعالي تشوفي يعني تشوفي رفقاتك انه قاعدين، انه يلا انا كنت معهم. ايه صح. بيرجع اكون معهم. وبعدين؟ بتستني تعالي تستني يعني ما تخيل قديش بتحس انه قديش بكون مبسوط اذا حدا من الموجودين قال اسمه او تذكره. ما تخيل قديش مبسوط. ليش بقى دائما نحن من ليش انه دائما بنحب انه لو صح لنا نحكي دائما اسمائه، لانه بيفكروا انه نسينا، بيفكروا انه شيء، عرفتي؟ فلما يسمعوا اسمه كثير انبسطوا. انا ما سمعت اسمي السنه الماضيه، انا طرت من جنيت. قالوا باش؟ باول ما فاتوا غنوا لي جنيت يعني ما عاد قدرت. وبعد فتره اسمع انه عالم في عالم على الفيسبوك اجوا قالوا لي انت محمد باش، وكانوا يحكوا عليك وساره كريم فايف، انه تخيلي انه الاسم على الان براسه. حبوا واكثريتهم من المغرب بنات. ضياء و لا انه ايه كانت ضياء ومرهان يحكوا اكثر شيء، بس انه البنات من المغرب بيقولوا لي في 3 4 بنات انه يقولوا لي كثير تبي ضياء بحبها. فالعالم تكون يعني بيسمعوا اسم بتذكروه. فتخيل رفقاتنا ياي شو مشتاق لها ايناس. انا نوسا مشتاق لك. انا كمان بتزعلس عني صارت مني. هي راحت ما ودعتها. شو؟ عم قول راحت ما ودعتها. ما قلت لها باباي؟ ليه؟ ما قدرت. شفتك كنت كثير متضايق.
بس ان شاء الله تشوفه. بسوريا في ايه بتجي لعندي؟ بتجي عن جد؟ اكيد بعدين تجي لعندي بس ان شاء الله. بليز انا عن جد بديك تجي لعندي. انا انا السنه الجايه انا هلا انا عم السنه الجايه بصيروا تجوا خلاص ايه ما بكون الاوتيل ان شاء الله صار شو؟ بكون صار الاوتيل فتحنا الاوتيل والمطعم بتجي تشتغلي على المطعم. ايه انت بتطبخ انا باكل. انا يعني بقول لك هيدا حلوه هيدا مش حلوه. ما بعرف شو كنت بدي اقول لك هلا. نسيتني. بهز النفس. هذا عن اغنية؟ أول أغنية شنو كانت؟ أول أغنية شنو؟ شنو دازل لكم أغاني؟ هذه أغنية ليفال، الأغنية الثانية شنو؟ أنا اللي بدي أغنيها بعد ماما قررت بس مبدئياً. سمرة يا سمرة. لو ما تجي. راود هذي اللي كنت. لو ما تجي. لو ما تجي. لو ما تجي. أرا غني عليه. صبا مرتاحة ولا لا؟ لو ما تجي. مرتاحة ولا لا؟ لو ما تجي يا نوم عيني. كنت. لو ما. دور. لو ما تجي. أرتاح. لو ما تجي يا نوم عيني. تيرارارا. وبيدك تهز القفا. شو بدي هذي؟ شو تغني؟ هذي؟ شو تغني؟ والله ماني عارف. تغني لي ولا تغني لك؟ تغني لي. لا، تو بكرة. تو بكرة.